حارس واقف واللاعب داخل عليه بيعدي من الاول بيعدي من الثاني هوب ويستلم ويعدي هوب والحارس طلع وخدها. وقف يا محمد رجع لي ثاني يا محمد رجع ثاني من الاول رجع رجع. وقف يا محمد دي ودي اول لاعب بيعدي من اول لاعب بيعدي من الثاني مهاره عاليه مهاره عاليه. وقف قدام الجون وجاله تفكيرين يا شوت يمين يشوت شمال واللاعب رجع للاختيار الاول وقال هيشوت يمين هو بيشوط وايه ده؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لا 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 لازم اركز اللاعب لازم اركز هو هيشوط في الشمال هو قال له استنى استنى عليه استنى عليه يا نهار ابيض ده ما ينفعش كده يا جماعه. لا 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 لازم يشوط لازم يقرر وبيشوط قال له استنى في تاني دلوقتي معلم احسن فاول احسن فاول اللعيب هو داخل وكره عاليه ومحذوفه اهو ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ واقف يا محمد رجع محمد نشوف اللي حصل ده رجع 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 رجع. واقف يا محمد شغال لي تاني بالتصوير البطيء الكره مرفوعه والاثنين داخلين على بعض. وقف يا محمد ايه ده لف لف يا نهار ابيض اللعيب دلوقتي عضد رجل الثاني شغل يا محمد الاثنين وقعوا على الارض والثاني بيقوم يدي يفتح مطوه يا شكرا يا جماعه ده كان اول سكتش حابين دلوقتي الاول عدل النهارده
بودكاست اللي معاكم، وان شاء الله نفتحوا معانا في كل يوم.